نجوم مروا من هنا، مين فينا ناس الراجل ده؟ جول 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 جول، هدف التعادل، هدف التعادل، التعادل التعادل التعادل. اكيد فاكره، واكيد فاكر الاوفر الدواء بتاعه. طب فاكر الهدف اللي سجله في الانتاج الحربي؟ ايضا رويدا واحده هات وخد وفيرستاين، كره لا تصد ولا ترد، تسديدة صاروخية. طب فاكر الثنائية بتاعته هو والغزال عمرو جمال؟ موسى إيدان بيرفع وعمرو جمال يسجل، وتكرار الأمر كان كتير جدا، والاتنين كانوا بيشاركوا في أهداف مميزة جدا للنادي الأهلي في الفترة دي، وتقريبا كده كان واخد توكيل عمرو جمال وعبدالله السعيد لوحده. كده انت افتكرت اللاعب؟ تعال بقى نستمتع بالحلقة ونتكلم عنه. كلامنا النهاردة عن رحلة موسى إيدان لاعب النادي الأهلي السابق. هو موسى إيدان راح فين وبيلعب دلوقتي ولا لأ، وقدم ايه في مسيرته الكروية، وايه أرقامه مع النادي الأهلي، وحاجات كتير جدا هتعرفها في الحلقة دي ما سمعتش عنها قبل كده عن اللاعب، وخصوصا أرقامه مع النادي الأهلي. بس فضلا أتمنى قبل ما نبدأ الحلقة ياريت توحد الله وتصلي على سيدنا محمد، واعمل لايك وسبسكرايب وفعل زر الجرس. ومعكم أخوكم طوفان أهلاوي، يلا بينا نبدأ الحلقة. اللاعب اللي قدامك ده اسمه موسى إيدان، جنسيته بوركيني، مواليد 20 يوليو 1989، يعني عنده 33 سنة في الوقت الحالي. مركزه في الملعب طبعا كلنا عارفينه، بيلعب وينج ليفت، ولكن طريقة لعبه أشبه بمركز الباك ليفت نظرا لعدم الفعالية بتاعته على المرمى، وان كان عنده دقة اوفرات ممتازة جدا، علشان كده كان بيتوظف وينج ليفت علشان ما كانش بيقدر يدافع لو لعب في مركز الظهير الايسر. موسى بدأ رحلته مع كرة القدم في نادي اسمه اوجادوجو في بوركينا، ومن النادي ده تم تأسيسه وبدأ الرحلة. بعدها تم انتقاله الى نادي القطن الكاميروني في موسم 12-13، وكان وقتها عنده 22 سنة، وبعد انتقاله اصبح من نجوم الفريق وقدم مستوى ممتاز جدا. لعب مع القطن في دوري ابطال افريقيا وقدم اداء عالي امام النادي الاهلي في بطولة دوري ابطال افريقيا 2013، وطبعا انت عارف الباقي. النادي الاهلي اعجب باللاعب جدا بعد ما تألق وتعاقدنا معاه. بعد ما تم التعاقد معاه كان المدير الفني وقتها الكابتن محمد يوسف، انضم للنادي في موسم 14-15 ولعب مع 3 مدربين وقتها، لعب مع الكابتن محمد يوسف والكابتن فتحي مبروك، واخيرا لعب مع جريدو في بطولة الكونفدرالية الافريقية. بداية اللعب مع النادي الاهلي كانت كويسة جدا، لعب مباراة ثم قعد دكة 4 مباريات وما شاركش، ثم شارك في مباراة الاتحاد السكندري لمدة 15 دقيقة وقدم أداء ممتاز جدا، علشان كده يقرر المدير الفني وقتها انه يديله مباراة الانتاج الحربي من بدايتها، وشارك في مباراة الانتاج الحربي وتوهج في المباراة دي وقدر يسجل هدف عالمي، الهدف اللي قدامك ده، وصنع هدف ممتاز للسيد حمدي وقتها. بعدها قعد ماتشين بيشارك مع النادي الاهلي ولكنه ولا سجل ولا صنع. بعد المباراتين شارك امام مصر المقصة، قدر يصنع في المباراة دي هدفين، وبعد مباراة المقصة كنا بنلعب الرجاء وقدر يصنع في مباراة الرجاء هدفين كمان، واصبح لاعب مهم جدا مع الفريق وقدم مستوى ممتاز. ثم بعدها يشارك معانا في دوري ابطال افريقيا وقدر يصنع هدف في مباراة الاهلي الليبي، ولكن للاسف خرجنا من البطولة وقتها. ثم شارك معانا في بطولة الكونفدرالية الافريقية وساهم مع النادي الاهلي في الفوز بيها، وقدر يسجل هدف في شباك فريقه السابق القطن الكاميروني. الهدف الممتع العالمي اللي قدامك ده، عدى ايدان الايدان، هدف فعلا ممتاز جدا. اوعى تقول لي اللي انت ناسي الهدف ده. بعد مباراة القطن قدر يسجل هدف كمان في مرمى سيوسبور، وكان هدف مهم جدا في رحلة فوزنا بالبطولة. بعدها شارك في مباراة النهائي وقدم أداء كويس جدا، وكان أحد أهم المساهمين مع النادي الأهلي بالفوز بالبطولة. طبعا شارك في مباريات تانية، ولكن أنا بقولك على المباريات اللي قدر يحرز فيها أهداف أو يصنع فيها أهداف. المهم فاز معانا ببطولة الكونفدرالية وشارك في النهائي زي ما قلتلك، وطبعا مين هينسى الهدف العالمي التاريخي لعماد متعب في الدقيقة 90. بعدها موسى إيدان لعب معانا في مباراة السوبر الافريقي اللي انتهت بنتيجة 3-2 لصالح الاهلي امام الصفاقسي. وقتها الصفاقسي كان فريق مهم جدا، ولكن النادي الاهلي قدر يفوز في المباراة دي بنتيجة 3-2 وقتها، وموسى إيدان قدر يصنع هدف لعمرو جمال وقدم اداء كويس جدا،
ولكن شوف مين اللي سجل فينا الهدف ده. مجددا اذا ضيعها معلول يخسر الصفاقسي. اوه اوه الهدف الاول يسجل على يمين شريف اكرامي. ما كانش حد يتخيل ان اللاعب اللي قدامك ده هيكون من اساطير الاهلي في يوم من الايام، وهيكون فاضل له كام اسيست ويكون اكتر لاعب في تاريخ النادي الاهلي، افضل نادي في افريقيا صناعه للاهداف. المهم بعد ما الموسم انتهى اصبح موسى ايدان لاعب مع الاهلي 20 مباراة بمعدل دقايق لعب 1113 دقيقة، يعني تقريبا بحسب المعدل ده لعب اقل من 13 مباراة، وقدر يسجل خلالهم 3 اهداف، هدف في الانتاج وهدف في سيون وهدف في القطن الكاميروني، وقدر يصنع 7 اهداف مع النادي الاهلي. وان جيت للحق ده معدل ممتاز، وموسى ايدان فعلا كان لاعب مؤثر في مباريات كتير ومؤثر في الموسم ده بالتحديد. بس اللي حصل بعد كده ان موسى ايدان مستواه نزل بشكل كبير واصبح ما بيقدمش افضل حاجة عنده وخرج برا الحسابات تماما، وطبعا جه وقت الرحيل. ولكن قبل الرحيل موسى ايدان فاز مع النادي الاهلي ببطولة الدوري العام المصري والكونفدرالية الافريقية وكاس السوبر الافريقي، ورحل في موسم 15-16 الى نادي العروبة السعودي، ما قدمش اي حاجة، ثم رحل الى نادي حرس الحدود، ثم تدرج في فرق افريقية متنوعة في الوقت ده، ولكن برضو ما قدرش يقدم اي شيء بعد رحيله عن النادي الاهلي. وحاليا هو لاعب فري بعد ما كان بيلعب مع نادي رانجينج البوركيني في موسم 19-20. وللأسف موسى ايدان تقدر تقول انه قريب من الاعتزال حاليا في سن 33. تعال بقى نتكلم عن موسى ايدان بشكل فني اكتر، او نوصفه يعني، او نقول مميزاته وعيوبه. تقدر توصف ايدان كظهير ايسر، ولكن قدرته الدفاعية ما كانتش افضل حاجة، علشان كده كان بيتوظف وينج ليفت نظرا للعرضيات الساحرة اللي كانت عنده. هو فعلا كان عنده دقة عرضيات هايلة جدا، لاعب كان بيتميز بالسرعة والدريبل بتاعه كان عالي، حريف وكورته حلوة، ولكن قوته الجسدية ما كانتش كويسة تماما. هو لاعب كان كويس، لاعب كان متوسط المستوى، ولكنه كان قادر يشتغل على نفسه ويعمل تاريخ افضل من ده بكتير جدا، بس للأسف ده ما حصلش. الخلاصة ان موسى ايدان سيظل في الذاكرة رغم الوقت القصير اللي كان موجود فيه مع النادي الاهلي، ولكنه قدر يعمل تاريخ وفاز معانا بثلاث بطولات، هما الثلاث بطولات الوحيدة في مسيرته. بشكل شخصي انا كنت بحب ايدان وكنت بعشق عرضياته، وكل ما تيجي سيرة اللاعب ده بفتكره بالخير. قولي بقى انهي مباراة فاكرها لموسى ايدان مع النادي الاهلي كان اللاعب متألق فيها وكان مقدم مستوى هايل، وقولي هل هو كان لاعب مميز ويقدر يقدم اكتر من كده، ولا ده كان اخر مستوى مع النادي الاهلي؟ استنى الكومنت بتاعك لانه يهمني جدا. واخيرا اتمنى قبل ما تقفل الحلقة يا ريت توحد الله لا اله الا الله وتصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام، واعمل لايك للفيديو علشان نكمل سلسلة حلقات نجوم مروا من هنا. وقول لي الحلقة اللي جاية عايزنا نتكلم عن انهي نجم رحل عن النادي الاهلي وعايز تعرف كل حاجة عنه. وطبعا هتعمل سبسكرايب للقناة دلوقتي وتفعل زر الجرس علشان يجيلك تنبيه بكل الحلقات بتاعتنا الجديدة. وكان معكم اخوكم طوفان اهلاوي، نتقابل بخير في حلقة جديدة ان شاء الله. سلام.